من 7 ل 10 7h10 إيماد فلا راديو إيماد فلا راديو على شدة شدة رحمة صباح الخير بوبا صباح الخير صباح الخير خولتي معنا صباح الخير صباح الخير كل شيء مزيان كل شيء اون بلاس مهدي في دافئ اخراج برنامج رانيا كنستقبل المكالمات ديالكم اتصلوا بها على 05 22 36 10 36 الى عندكم دي كوبون دي تيكي ريستورون عيطوا لها عطيهم لها الكود باش تقدر تاكل اي في الطيفور تاوا معنا صباح الخير كل شيء مزيان غادي نمشيو نهضروا على واحد الاحصاء اللي كيهضر على البنات وعلاش ملي كتسول سؤال شي بنت كتقول لها واش مازال ما لقيتيش الراجل المناسب كتجاوبك بطبيعة الحال شي اجوبه بون غادي نسول بوبا ملي كتسول شي بنت كتقول لها والله يسالك علاش مازال ما تزوجتيش اشنو الجواب اللي كتوقع يكون انا كيف كنتزوج دابا انا بلاتي نشرح لك بلاتي 30% تتقول لك انا دابا اهم حاجه عندي سي ما كارير بروفيسيونيل هي المسيره المهنيه ديالي و 7 بحال بحال بوبا دايوغ فاهم حاجه عنده دابا سي ما كيفكرش في الزواج حبيبي بطبيعة الحال حبيبي حبيبي خاصك تعرف على المستقبل ديالك حبيبي الاول عاوتاني عادي باش حيت باش تخرج بلا كلي ديال الكاتكات ديالك عاوتاني ايوا فهمتيني حبيبي 37% كتقول لك مازال ما لقيت الرجل المناسب ولا الرجل المثالي اللي فيه هذوك المواصفات كاملين اللي بغيت وغادي نتوجه لكم شنو الرجل المناسب بالنسبه لكم والمواصفات اللي خصو يكون فيه انا خصو يكون لا خصو يكون قاري مربي ولد الناس كيحترمني وخصنا نكون عندنا نفس التربيه مربيين في نفس الوسط هذه الفيرسيون اللي قالت رحمه في الاذاعه لا فيرسيون اللي كتفكر فيها حيت دابا الواحد شنو تيقول وشنو كيدور ليه في راسو شي جوج الحوايج بعض المرات الوغ دابا نعاودوا نسمعوا لا فيرسيون ديال رحمه اللي قالت تفضلي عاودي قولي هادشي اللي قلتي يكون زوين يكون عنده لا يكون عنده فلوس يكون تعاونوا لا نتعاون انا وياه على العيش دقه ماشي مشكل عنده فلوس لا ما عندوش والله الا هادشي اللي في راسي راه بان لي شوف رحمه بلاتي الو ها هما الراس ديال رحمه كيفاش كيفكر عندي ثلاثه المواصفات يكون اولها لاباس عليه ثانيه لاباس عليه ثالثا لاباس عليه اختي رحمه خوله يكون تيقدر المراه ويكون قاري بيان سور والمواصفات الاخرين ماشي مشكل ما سمعت الاخرين ماشي اخرين دابا شنو كيدور في راسك شنو كيدور في راس خولة تهلا فيهم ثلاثة ديال الحوايج يكون كيعرف محمد ابو السهل ثاني حاجة يكون كيسمع لمحمد ابو السهل ثالث حاجة يكون رجاوي هادو هما المواصفات والتحدي ديال بوبا الصباح غير عادي هاد الصباح التحدي ديال بوبا سكو غادي نعيطو للوالد ديالك والوالدة ديالك مباشرة وعطيك واحد الكلمات خاصك تبلاصيهم في لا ديسكوسيون معاها اللي عندهم حتى علاقه مع هادشي اللي غتقول لها وما خاصك تقول لها انا دايز في راديو وغادي تقول لك اولدي اش كتقول ولكن انت خاصك تكمل الهضره ديالك لمده 3 ديال الدقائق خذ ورقه وستيلو وكتب هاد الكلمات اللي غادي نعطيك ابوك واخا خليك معايا كتب عبيط عبيط كتب 100 كيلو ديال المطيشه كتب ما كان بغيش الكامونبير كتب انا مسطي راه عارفين كتب باغي نتزوج الو عزيزك مازال كلمات واحد اخرين كتب غاميت ديال البابي زيد هما بصراحه هما جوج تحديات غتكتب اكس كاليبيور عندك واحد الجمله خاص تقولها لها غتقول لها فين هو الجينيريك الوالده الدخوله شنو هي الدخوله جينيريك سمع ليا اول مره ستاجير غنديروا لها بوبا يتحدى العالم هذا هو التحدي الاول مع الوالده بعد كان التحدي الثاني مع الوالد هذاك اللي صعيب هذاك مع الوالد غتعيط ليه غتقول ليه الوالد بغيت نتزوج الله
هذا كتهضر معاه في الزواج قول له لقيت بنت الناس وداك الشيء سي كانولار اللي غدير الوداك. دونك غنتصلوا بالوالده ديال بوبا باش نحاولوا في ظرف جوج دقائق كرونو تحط هاد الكلمات كاملين في اون ديسكسيون نورمال. بوبا خاص الوالده ديالك ما تتفاجئش خاص تهضر معاه نورمال. واخا نحاول اتصال بالوالده ديال بوبا نتمنى تكونش كتسمع. اول مره اول مره غنتخلع من الديف. رفيقو من الناس كاتح محرم ما خدمهاش. الو الو وي ماما السلام عليكم. نعم يوسف يوسف بخير لاباس الحمد لله الله يحفظك. نعم قول لي ديك الراميد ديال بابي كاينه في الدار؟ كاين راميد اللي فيها 100 كيلو د مطيشه. صباح الخير يوسف فقتي. فقتي لا راه ماشي حيت فقت ما كنبغيش كمون فيغ داك الشيء. علاش قول لي داك سميتو ديال دابا حيت داك الراميد ديال بابيي وي شوفي واش كاينه في مازال حدا الصالون حدا الصالون سميتها اكسكاليبا. ايه حبيب واش دابا كيصحابك واش راه مسطي ولا شنو هو؟ واش من اكسكاليبا واش من راميد واش من انت مالك يطلع عرفك واش فقتي فقتي بعدا راه كنفيق عبيط داكشي علاش عبيط. قول لي واش الوالد حداك؟ الوالد باقي ناعس صافي. هذا يوم الجمعة راه اليوم سنة سعيدة حبيبي. الله يحفظك حبيبي. الله يحفظك حبيبي. تقدر ديرها بالصوت الوالدة الله يحفظك حبيبي. نعم قولي الله يحفظك حبيبي بالصوت ديالي لاباس عليه. الله إلا شادة أثرت فيك مزيان سعي ما بنا الله يفيك. ما يمكنش يلا الله يحفظك الوالدة وتهلاي فراسك الوالدة شبعان؟ كوتو كوتو كل صباح بوبا يتحدى العالم يتحدى العالم يتحدى العالم على شبع صافي مشيتي. والآن غنعيطو للحاج بوبا غتقول الوالد ديالك راك باغي تجوج. انا كنظن الوالد ديالك كانت كتسمع راه لا هي دائما كتفرج في اللايف فهمتي كل نهار ولكن اليوم ما كانتش كتسمع. الو الو صباح الخير بابا. نعم بخير لاباس عليك. اش فيقتك من النعاس؟ واش شنو درتي مالو فيقتيني من النعاس؟ وافق معنا حيت ضروري خصني نقول لك شي حاجه. انا صايق ديما الله يحفظك. شوف قول لي سي باغي نتزوج. مرحبا شو بغيتيها مغربيه ولا اوروبيه ولا امريكا ولا صينيه ولا فين؟ لا بغيتها مغربيه الوالي. مغربيه موجوده ولكن عليها ولا دبروا لك عليها؟ ما عرفت ما دابا مازال كنفكر ولكن ما باش تنصحني نمسحك. شوف انت قول لي شنو بغيتي ونقول انا معك. طيب ما دابا نزعم ولا بلاش؟ نزعم ولا بلاش؟ ما سيدي زعم تاكل اللحم. خصني نشوف والله حيت دابا قرار مصيري وناول معقول. انا فهمتيني قرار المصير ناول معقول باغي دير بحالي. مرحبا مزيان يلا دير بحالي وتوكل على الله. هو صافي الله يحفظك. شنو دابا نجي دابا ولا يلا والفلوس باش نديروا العرس داكشي موجود هذاك الشيء كلشي كاين.
بغيتي اليوم كاع اليوم مزيان نيت اليوم ما خدامينش نمشيو كاع اليوم. والدار تبني لي السطح؟ لا ما كاين السطح، او انت كاع نبني لك السطح ندير لك السيدي بيروج ندير لك لابارتمون ديالك بوحدك صافي. الله يحفظك. تما لك رخيص عندنا. كي داير السي بوبا؟ السلام عليكم. كي داير بوبا؟ لاباس عليك بوبا الكبير بخير الباترون. بوبا الباترون بوبا دبوس. عائلة بوباوية خطيرة عندكم. كلشي كان في السماع. صباح الخير، بغينا نقول لكم مبروك عواشركم. الله يبارك فيك. صباح الخير عليكم. الصحة والسلامة. وتبارك الله على بوبا الصغير. الله يبارك فيك سيدي، بارك الله فيك. وأنت بوبا الكبير، خليك في الاستماع، لأن درنا غير تيست معاك. حنا دابا غادي نعيطوا لغونسينيومون تيليفونيك هو باش نقول لهم بغيت نتزوج. خليك في الاستماع معنا، حنا غادي نتصلوا باش نشوفوا دابا الديفي ديال بصح. حنا درنا كاين تسخينات مع العائله، حيت العائله كنا عارفينهم فايقين وكيسمعوا ليك. دونك تبارك الله على بوبا الكبير. فيك سيدي بارك الله فيك. شكرا لك. بوبا الصغير شكرا. انت واجد. الله يحفظك. انا واجد ديما واجد. سو الان محاولة اتصال مركز ديال لونسينيمون تيليفونيك، غادي يجاوبك. تقول ليه الله يخليك، هذا ما تقولش يبغي نتزوج، تقول هذه البلاصه ديال دوك الكلمات اللي كاينين تما. ديسكسيون نورمال. دو رولاسيون كليونتيل. اكسكاليبر. ماركتيكم بونجور. السلام عليكم. السلام عليكم. الو الو. وعليكم السلام اسيدي. بخير لاله؟ الحمد لله الله يبارك فيك. ياك ما فايقتك من الناس. الله يحفظك. عفاك واش بغيت نعرف لقيت هاد النمره فهادي في الانترنت، واش كتبيعوا لي غامات ديال البابيي؟ وقيلا سيدي راكم غاتن في النمره دابا كتهضر مع اتصالات المغرب. دابا حد بغيت غامات ديال البابيي عابد 100 كيلو د مطيشه. الو يوش. الو مبروك عواشركم بعدا. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لاله راه مسطي. بغيت نعرف انه شنو من لي 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 اكسكاليبور اللي عندكم؟ الو. نعم سيدي. ما كنبغيش كامون بغ داكشي. علاش ياك ما فيقتك من الناس بعدا؟ الو الو ياك ما فيقتك من الناس بعدا؟ الو الو. بوبا ما كيتحداش العالم هاد الصباح. بوبا والو. بوبا يتحدى العالم يتحدى العالم يتحدى العالم لا شباب. بوبا يتحدى العالم اليوم. البوبا الديفي ديالك عبيط عبيط العبيط. ديفي عبيط. غنتسناو ونتمناو الديفي ديال نهار اثنين يكون افضل، لان لا ديسكوسيون ما كانتش مقاده، ما عطيتش ديسكوسيون لان ما شدتش معاك، عقت بك من الاول. كان خصك لا ديسكوسيون، كان خصك تدخل معاها في شي حوايج. الله يخليك. هما سيغونسيونو ديال التليفون. الله يخليك. بغيت النيميرو ديال التليفون الله يخليك ديال العبيط، شركه العبيط. غادي قلبوا غتقول لهم شركه العبيط، غتقول لك اش كدير اسيدي الشركه، تقول لك كيبيعوا لي غامات ديال البابي. انت غادي بحال هكا وكيبيعوا حتى الكامونبير، وانت غادي بحال هكا توصل. دونك العبيط هو انت، هو العبيط ديال النهار. ما صدقش داك الديفي ديالك. وصلنا البوتيكا في عماد في الراديو. شكون اللي غيفوز بوتيكا؟ معايا المرابط من مكناس. صباح الخير. ويا صباح الخير عماد. كي داير سيدي؟ كلشي بخير. صباح الخير بوبا رحمه. صباح الخير. مرحبا. الوغ عارف البوتيكا شنو فيها؟ البوتيكا فيها ثلاثه ديال الهدايا، فيها ويكاند جوج ديال الناس في مارينا سميغ، زائد هاتف ذكي واسبيراتور روبو. في نظرك شحال الثمن الصحيح ديال البوتيكا؟ 5113. متأكد من الثمن؟ إوا كل شيء على الله. كل شيء على الله. نعم أخويا. الو ندير معك انا واحد الحل. وصلنا لواحد الحل ديال خذها ولا خليها. خذها ولا خليها. خذها ولا خليها. الو واش دير محاوله ثانيه
ياك هو الثمن قل من هذا الثمن. واش دير محاولة ثانية ونشوف زهرك واش قل من هذا الثمن هذا قل من هذا الثمن هذا قلت لي 5113 انا تنقول لك قل من هذا الثمن سوا دابا كاين انت وكاين محمد امين. محمد امين نسمعك انت واش كاين معنا؟ انا معك. الو عندي لكم واحد الحل بجوجكم ولكن الاسبقيه كاينه للمرابط من مكناس واخا. الحل شنو هو؟ عندي ثلاثه ديال الهدايا ويكاند مارينا سمير اسبيراتور روبو و ان تليفون بورتابل ثمن قل من هذا قل من 5113 سوا المرابط غياخذ ان كادو اللي هو ويكاند ولا اسبيراتور روبو والكادو الثاني غادي نعطيوه محمد امين وكادو واحد اخر غيبقى عندنا هنا باش نربحوه نهار الاثنين سوا غادي مرابط غادي يكمل وغادي يغامر ويشوف يقدر ما يربح والو. مرابط لك الاختيار انت اللي غتعزل باختيار ليا انا اما ندي كلشي ولا خلي كلشي لا اما غتعطينا محاوله اخرى تقدر ما تجيبهاش هي هذيك وغتمشي في حالك اخويا مرابط وغنعطيو اليد لمحمد امين ولا غتختار سوا الويكاند في مارينا سمير ولا اسبيراتور روبو واحد فيهم واحد في هاد الجوج وغنعطيوك واحد في هاد لي كادو وغتربحو وغتمشي والله يعاوننا يعاونك يلا اختار. نقول لك 5100 لا لا ما فهمتينيش سوا غادي تاخذ كادو دابا توت سويت نعطيك اختيار بين واحد جوج ديال لي كادو غتاخذو غادي تمشي في حالك وربحتي كادو سوا غدير محاوله اخرى وانت وزهرك سوا غادي تجيبها غادي تربح سوا ما غتجيبهاش غتمشي بلا حتى شي حاجه. نقول لك الثمن اللي غنربح به مازال ما فهمتينيش. نشرح ليه انا نشرح ليه سي المرابط. ها انت دابا قلتي لنا 5113 درهم اييه عندك هو ماشي هو هذا الثمن صحيح يعني ماشي هو هذا ولكن عماد دار معك واحد الحل قال لك الا بغيتي تربح يا اما لاسبيغاتو غوبو يا اما الويكاند دابا غادي يعطيك واحد بلا ما دير المحاوله الثانيه ولكن صافي غتاخذ كادو واحد وغتمشي وغادي نشوفو مع محمد امين وغنعطيو كادو واحد اخر. بغيتي دير المحاولة الثانية سي المرابط وما جبتيها صحيحة يا إما غتربح كلشي يا إما ما غتربح حتى حاجة. واش اللي بغيت نقول لك زعما ياك؟ دونك أنت بغيتي دير محاولة ثانية. ما بغيتيش تاخذ كادو دابا بغيتي دير محاولة ثانية. ناخذ كادو تاخذ كادو ما ديرش محاولة ثانية. أكو كنت منك دير محاولة ثانية. يلا الكادو اللي بغيتي غنعطيك اختيار بين ويكاند في مارينا سمير ولا أن أسبيغاتور غوبو. أشنو بغيتي؟ مارينا سمير فين بلاصة؟ شمن مدينة؟ في المضيق. لا في المضيق جوج ديال الناس ويكاند جمعوا السبت. ليكم ولا في ان اوتيل طبيعي الحال ديال مارينا سمير ولا غتاخذ ان اسبيراتور روبو اوتوماتيك. واخا اسبيراتور نمشي للمضيق. تمشي للمضيق اسيدي واش غادي نقول لك هاد الصباح اقول لك بانك في السيم على مرابط. اخويا عماد كادو ديالك هاد الصباح ويكاند جوج الناس في مارينا سمير مهدا من طرف شادا اف ام. شكرا بزاف كنشكر شادا اف ام وحنا ديما متبعين شادا اف ام وبوبا ورحمه تبارك الله عليك تبارك الله عليك شكرا لك بسلامة عليك. الوغ ناخذ محمد امين مسطات. محمد امين وي خويا مرحبا. الله يحفظك نفس الطريقة نعم دونك قلنا 5113 هو الثمن قل من هاد الثمن عندك الاختيار سوا دابا ياك كتسمعني مزيان سوا غتاخذ انا معاك لاسبيراتور غوبو وتمشي الله يعاوننا يعاونك سوا غدير المحاولات ديالك وانت وزهرك. اي شويه عليك ما زربانيش عندك دقيقه للتفكير. انا بغيت نقول لكم واحد الحاجه بعدا ما عندك ما تقول عندك ما تقول صافي صباح الخير صباح الخير واحد لا اوت بارونتيز احسن ايميسيون صباح في المغرب الله يحفظك كان غادي واخا الله العظيم. مرحبا اخويا شكرا الله يلا الطوب دي الطوب الله يحفظك ليا شكرا شكرا امين تعاود تشوف كنحاول محمد المهم علينا غتعاود تعيط ليا عاوتاني مع ال10 الله روب وتقول حيت المدير مازال ما فاقش والله تفهم الصقاع اش بان لك محمد امين هذه اول مره كندير هذه القضيه غنعطيك كادو بلا ما تلعب ولا غادي تغامر او تغادر يعني الا غامرت غيبقى لي التليفون وسميتو دابا شوف دابا ما تهضر معايا ما هضر معاك غتاخذ اسبيراتور روبو اوتوماتيك كتحطو في الدار كتبروغرامي كتخرج كتجي كتقاد لك الميناج متحلك الغبره كامله اللي في الصالون وفي داكشي الله يعاونك سوا مرحبا
سوا غادي تغامر بالثمن وغادي تلعب صافي ما كاين لا سؤال والو جيب لي اسبيراتور بغيتي الاسبيراتور هو صافي انا سيدي بغينا رضا سيدي رضا ما بغيناش نغامر مرحبا سيدي انت كنقولوا لك هذا الصباح راك في السيف شوف عماد وي خويا ليسونسيال والله هو عيط انا باغي غير نعيا باغي ندوي معاك انا خداك يا محمد ما بغيتيش الكادو نخليو الكادو عندنا بغيتي تدوي مرحبا انا باغي ندوي معاك مرحبا خويا ومرحبا وصانو فري بليزير تجي عندنا باش تاخذ الكادو ديالك ونتلاقاو معاك ونديرو شي دردشه مرحبا وشوف انا كنسمعكم تما وكنفرح على شي عندنا دي زانيماتور فهاد النيفو فهاد لي كاباسيتي والله تا شي حاجه كتصرف الله يحفظك ليا ميرسي بوكو كنت باغي نكون واحد فهمتي صوت شي داعي ولا مذيع ولا كذا ولكن ملي كنشوف بحال هكا كنفرح كاينين دراري كاينين لي جون اللهم يسر شكرا الحمد لله الحمد لله على ايرفي رونار الحمد لله تبارك الله عليك شكرا سير قجع تبارك الله عليك الله يحفظك شكرا أعزائي الرياضيين أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى موجز الرياضة هذا الصباح غدا السبت ينتظر أن يكون الحسم بالنسبة لقضيتين نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2019 وكذلك شان 2018 حيث ستنعقد اللجنة التنفيذية التابعة للكاف بالعاصمة الغانية أكرا. الكاف كانت قد سجلت في وقت سابق العديد من الملاحظات السلبية عن الكاميرون وكينيا وعدم استعداد البلدين لاحتضان نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 بالنسبة للكاميرون وبطولة إفريقيا للمحليين 2018 بكينيا وذلك بسبب تأخر التشييد وترميم المنشآت الخاصة بهاتين البطولتين القاريتين. مع المنافسات الإفريقية للأندية ومشاركة الفتح الرباطي والوداد الرياضي في إياب ربع النهائي سيلعب فريق الفتح الرباطي اليوم مباراة العودة لدور الربع في كأس الكاف بميدان النادي الصفاقسي التونسي علما أن مباراة الذهاب بالرباط انتهت بفوز الفريق المغربي بهدف لصفر. الفتح الرباطي المتواجد بتونس خاضت عناصره أمسية يوم أمس آخر حصة تدريبية على ملعب الطيب المهيري بصفاقس الذي سيحتضن المباراة. تشكيلة الفريق ستعرف غياب المهاجم إبراهيم البحراوي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة الذهاب. مباراة النادي الصفاقسي والفتح الرياضي ستدور بملعب الطيب المهيري بصفاقس في الساعة 7 مساء بقيادة الحكم الكيني ديفيس أوغينشي أموينو. أما ممثل المغرب في تشامبيونز ليج فريق الوداد فيواصل تحضيراته لاستقبال خصمه الجنوب إفريقي ميلودي سان داونز حيث كانت مباراة الذهاب قد انتهت بهدف لصفر للفريق الجنوب إفريقي. سان داونز المتواجد بالمغرب خاض يوم أمس حصة تدريبية أخرى على أن يخوض اليوم حصته التدريبية الرئيسية في توقيت المباراة. مباراة الوداد وميلودي سان داونز ستدور غدا السبت بالمجمع الرياضي الأمير مولى عبد الله بالرباط في تمام 9 ليلا بقيادة الحكم الموريتاني علي المغفري. وفي غياب الوداد والفتح الرباطي الملتزمين إفريقيا ستدور غدا السبت مباراتان يعني الدورة الثالثة للبطولة الاحترافية اتصالات المغرب. على الساعة 4 بعد الزوال الرجاء البيضاوي سيواجه الكوكب المراكشي بملعب أدرار بأكادير بقيادة الحكم توفيق جورار. في نفس التوقيت نهضة بركان سيواجه أولمبيك أسفي بالملعب الشرفي بوجدة بقيادة نور الدين الجعفري. في باقي المباريات المبرمجة يوم الأحد الراك سيواجه حسنية أكادير بملعب الأمير مولي رشيد بمدينة الدار البيضاء بقيادة الحكم خالد النوني. شباب الريف الحسيمي في مواجهة شباب أطلس خنفرة بملعب ميمون العرسي بالحسيمة والحكم جلال جيد. أولمبيك خريبكا يستضيف اتحاد طنجة بملعب الفوسفات بخريبكا والحكم جمال بالبصري. والدفاع الحسني الجديدي سيواجه سريع وتزم بملعب العبدي بالجديدة بقيادة الحكم حسن الرحماني. إلى أخبار المنتخبات الوطنية المغربية لكرة القدم حيث سيلعب الفريق الوطني المغربي للشبان أقل من 19 سنة وبداية من الأسبوع المقبل مباراتين وديتين أمام المنتخب الأردني بالمركز الوطني لكرة القدم بالمعمورة. المباراة الأولى مقررة يوم الخميس المقبل 28 من هذا الشهر فيما ستجرى المباراة الثانية يوم الأربعاء 4 من أكتوبر وستنطلق المباراتان في الرابعة بعد الزوال. لهذا الغرض مصطفى مديح مدرب الفريق الوطني استدعى لائحة من 24 لاعبا. إلى منافسات كرة اليد والبطولة العربية للأندية المقامة بوجدة حيث تأهل كل من العربي القطري ونادي ساقط الزيت التونسي للمباراة النهائية المقررة غدا السبت. العربي القطري تفوق في نصف النهاية يوم أمس على الصفا السعودي 29-27 ونادي ساقط الزيت التونسي تفوق على الخور القطري 34-24. مباراة المركز الثالث ستدور بين الصفا السعودي والخور القطري فيما المباراة النهائية كما سبق الذكر بين العربي القطري ونادي ساقط الزيت التونسي. نهاية موجز الرياض هذا الصباح وبقية أوقات ممتعة على شدة. منير أبري نهضر معك على الماتش الوداد لأنه والماتش الفتحوسي الفتح
اليوم مع السبعة ديال العشية الفتح اللي لاعبين ذكروا مع فريق تونسي ديال النادي الرياضي الصفاقسي. والدراري ديالي راه غادي يكونوا اليوم الدراري غادي يكونوا الكبارين الدراري الدراري كلاو مزيان الناس نعسوا مزيان البارح الحمد لله الخدمه كانت مزيانه لا حنا on a programmé les tirs au but on peut encaisser on peut marquer 9 Taïb Mehiri et pour cela on a programmé une séance de tirs au but on peut encaisser les pénalty mais franchement on a le موسم ديالنا سلاح حنا غرضنا كنا نربحوا الوداد بداوي صافي سالينا لا سالينا العام لا سالينا العام ربحنا الوداد العام الفايت وبدينا العام ربحنا الوداد حنا ديما ربحوا الوداد حنا شكرا لمنير اوبري شكرا تلقى معك مع الوحدة الله رب شكرا دابا كتسمعوا الرياضة هاد الصباح منير اوبري من 7 ل 10 على 10 7h10 ايمان فرانك على شدة شدة في كل صباح اسمع الاميسيون كلها افراح في فالكورسون على شدة عماد كيبدا رحمة وبوبا من السبعة العشرة ما عودتينا عماد في وقتينا هذا الصباح دغيا وقع ما حسينا ما عودتينا عماد فرحتينا وصلت لينا الضحكة حتى لودينا وبنت سنينا فوجت علينا دابا وصلنا الفقرة ديال عيد ميلاد تيست جيتار تيست جيتار تيست جيتار تري تري بيان معايا عمر صباح الخير صباح الخير كيداير سي عمر لاباس ياك ما فيقناك سي عمر لا الحمد معكم مرحبا سي عمر اليوم كاين عيد ميلاد ديال واحد السيد اللي عزيز عليك بزاف ومن اعز الناس عندك اللي هو الوالد ديالك مرحبا دونك كنحتفلوا بعيد ميلاد انت دونك ماشي بوحدك اللي بغيتي تحتفل بعيد ميلاد ديالو اليوم كاين انت والاخوات ديالك انه اخواتها بالفعل الان حنا غنتصلوا بوالد ديالك محمد الملكي اللي ما فراسوش هاد لا سيربريز حنا غنتصلوا به دابا مباشره على شاده ويدا ديالو رجاء يا خويا عمر رجاء واش هذا السؤال كيتسول لا ما عرفتش انا غير سولتك زعما انت واش ديما ويدات كيفاش كيفاش نو قول قول لي رجاوي يا صاحبي الو 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 وي قول وي وي حاج شكون شكون خليك معايا انا نوجد لك واحد الحاجه ها خليك معايا خليك معايا التليفون اسمح عمي الملك اليوم عنده العيد ميلاد كمل سوا الصناب ويحبوا بناته وولاد حنين وطيف ويشجع الوداد ليكيب القدام وجداد ويقول غير اوكي اوكي باش ما كان ديما فرحان عمي الملكي ما عندوش معالي بزاف ديما راهو ناشط ومنور الدار واليوم عيد ميلاد وكاع ما جاب الخبار قالها لينا عمر سمع غير اوكي اوكي باش ما كان ديما فرحان عيد ميلاد سعيد عيد ميلاد سعيد عمي الملكي شكرا 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 راك مباشرة تصبح على شدا اف ام الله يبارك فيك ومعنا عمر هو اللي كيحتفل بعيد ميلاد ديالك هاد الصباح الله يبارك فيك اسيدي الله يطول العمر اللهم امين الله عمر وين الحاج كان عايش قدام المغرب كامل باش نقول لك avoir en tant que père, tu es une personne exceptionnelle. Merci pour tous les sacrifices que tu fais pour nous. Nous prions Dieu de te garder le plus longtemps à nos côtés. Nous t'aimons du plus profond de notre cœur. Continue là où tu connais la vie, Alina, Inch'Allah. Joyeux anniversaire, Al-Hajj. Au reste, merci. Radi alaykoum, barakallah, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ami al-Malki. Cha Ami al-Malki, Omar baqi ma'ana. Ana ma'ak. Omar, chbalek fatchi. Sma, sma. شبالك فدار لا
عمر. كادو ديالك هذا الصباح هذا وكنتمناو بالمناسبه الفوز فريق وداد البيضاوي نهار السبت. ها غنمشيو التيران ولا ما غنمشيوش التيران؟ غنمشيو التيران. عمر شي كلمه في حق الوداد، وانت عارفك بانك فان كبير للوداد وكتبع الوداد في ممشات. كلشي عارف. رد اخويا عمر لي ديبلاسمون اللي درتي اكثر من ديال النقاش هذا العام. والله لي ديبلاسمون اللي كيدير اكثر من شي لعابه ديال الوداد اللي ما كيتكونفوكاوش، هو كيتكونفوكا عليهم. شكرا عمر تبارك الله عليك، وتحيه لفريق الوداد البيضاوي وتا الناس دراجه اللي كيسمعوا لينا، تحيه لكم. الله يحفظك. باش نبقاو نبقاو خوت، كاينش مشكل، روح رياضيه. ما تنساش تابونا في لاباج فيسبوك، تويتر، انستغرام اي يوتيوب، وتبعنا سوغ سناب شات. من 7 ل 10 على شدة.